في أفسس 5 بيتكلم عن السر كمان اللي بيقصد صح. اتحاد المسيح بالكنيسة لما بيتكلم عن سياق الحديث في موضوع الزوج والزوجة الزوجة. نعم. يعني يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته فيكون الاثنان جسدا واحدا. آمين. يعني بعد ما يتكلم عن الزواج وعظمة الزواج وعلاقة الرجل بالزوج والزوج بزوجها بيقول هذا السر عظيم ولكنه أقول من ناحية المسيح والكنيسة بمعنى أنه الزواج الأرضي بين الرجل والامرأة هو صورة مصغرة عن زواج آخر علاقة حميمة أخرى تتم في الآخر هو القرين الحقيقي هو شوق القلب الذي نحتاجه ونشتاق إليه ما فهذا هو